ينضم إلينا من بيروت مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر. أهلا بك معنا سيد سامي. بداية، هل يمكن توقع ماذا سيكون رد الفعل الإيراني، خاصة أنه إيران حذرت فعليا أن الرد سيكون 10 أضعاف الهجوم السابق في حال أقدمت إسرائيل على أي هجوم؟ يعني أولا الهجوم الذي حصل يعني هو هجوم بالحد الأدنى إنجاز التعبير، يعني من جهة إسرائيل لم تتبناه بشكل رسمي، ليس هنالك أي حملة إعلامية تواكبه، ليس هنالك من اعتراف، وهنالك تقليل من شأن ما حدث من ما صدر عن الطرف الإيراني. ولذلك يعني هذه عملية أشبه بعملية عسكرية مخابراتية يعني يلفها الضباب، وبالتالي ممكن القول أنها يعني ضربة بالحد الأدنى تسمح لإسرائيل أن توصل الرسالة، أن تقول بشكل غير مباشر أنها لم تبقي العملية الإيرانية من دون رد، توصل رسالة إلى الإيرانيين مفادها أنها بإمكانها الرد في العمق الإيراني، بإمكانها استهداف القواعد العسكرية لا سيما تلك التي انطلقت منها العملية العسكرية الإيرانية أو المسيرات والصواريخ الإيرانية، بإمكانها الرد في مدينة تحتوي على منشآت نووية إيرانية، ولكن هذه المرة من دون أن تحدث أي أذى. ولكن الرسالة أيضا باتجاه واشنطن أنها استجابت لرغبة واشنطن بعدم القيام بضربة مزلزلة صاعقة تستدعي ردا إيرانيا أيضا مزلزلا صاعقا، وبالتالي تنزلق الأمور في الشرق الأوسط إلى مواجهة شاملة. إذن ضربة بالحد الأدنى. سيد سامي، كيف يمكن تفسير اليوم الهجوم الإيراني أيضا لا أضرار يعني خلفه هذا الهجوم، بالتالي الهجوم الإسرائيلي أيضا لا أضرار يعني بسببه، هذه كما يعني تفضلت ربما يمكن إدراجه بخانة الرسائل بين الجانبين، لكن هل من الممكن أن تتطور هذه الرسائل لتصبح فعلا استهدافات واضحة مع أضرار أو انزلاق فعليا نحو تصعيد أمني خطير في المنطقة؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا. يعني أولا كل من الطرفين أسير مواقفه وأسير معادلات الرعب أو معادلات الردع التي هو متمسك بها. كل من الطرفين يحاول القول إن قمت باستهدافي سوف أرد بالمثل، ولكن أيضا كل من الطرفين لا يريد حرب مفتوحة، وبالتالي هنا تلاقي أو تقاطع في الأهداف هي عدم الرغبة في حرب مفتوحة، ولكن في نفس الوقت ليس هنالك أي انطلاق أي توافق على حد أدنى من تسوية من جهة الطرف الإسرائيلي مستمر بالعملية العسكرية في غزة، والطرف الإيراني مستمر بمبدأ رد السحاب. يعني من جهة يقول الطرف الإيراني نريد وقف إطلاق النار، يدفع باتجاه وقف لإطلاق النار، لا يريد توسيع هذه الحرب، ولكن من جهة أخرى أيضا يتمسك بمبدأ ربط الساحات. نتيجة هذه المعادلات إنجاز التعبير أن الأمور آخذة في مسار تصعيدي، بدأت بحرب مشاغلة عبر أزرع إيران في المنطقة، انتقلت إلى عمليات نوعية إسرائيلية استهدفت عمق حزب الله في لبنان، شخصيات بارزة في الحرس الثوري، انتقلت إلى مرحلة أكثر تصعيدا وهي استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، والآن هما في مواجهة مباشرة.
يعني الإيران تطلق من أراضيها صواريخ، وهذه شيء غير مسبوق في تاريخ المنطقة، إلى الداخل الإسرائيلي، وإسرائيل ترد. يعني حتى الساعة نعم ليس لمصلحة للطرفين بحرب واسعة النطاق، ولكن على أرض الواقع هنالك استمرار العمليات العسكرية، مسار تصعيدي لهذه العمليات، انسداد الأفق السياسي. هل ما يحدث الآن هو دليل على أن إسرائيل تحاول اليوم تشكيل تحالف يعني مع دول أخرى ضد إيران بشكل واضح وصريح؟ نعم، يعني اليوم الضربة العسكرية الإيرانية أخرجت إسرائيل من عزلتها. يعني إسرائيل كانت تعاني من عزلة نتيجة حرب غزة، أو نتيجة الكلفة الإنسانية الباهظة لحرب غزة التي أحرجت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر يعني أقوى شركائها، وكما أحرجت الدول الأوروبية. اليوم بعد الضربة العسكرية الإيرانية تعاطفت الولايات المتحدة الأمريكية بعبر حزبيها الديمقراطي والجمهوري مع إسرائيل، وأيضا المواقف الأوروبية التي كانت منتقدة لإسرائيل، التي كانت تذهب باتجاه وقف إطلاق النار، باتجاه تهديد بوقف المساعدات العسكرية، مثل أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا وهي بريطانيا. كان هنالك أصوات في أوروبا يعني تقول أو تحضر للتصويت على القبول بدولة فلسطينية مثل إيرلندا، مثل إسبانيا. كل هذه الأمور تحولت إلى موقف اليوم متضامن مع إسرائيل نتيجة الضربة العسكرية الإيرانية، وبالتالي خرجت إسرائيل من عزلتها، وهذا أيضا سبب إضافي يجعل أن الرد الإسرائيلي أتى ردا محدودا لكي لا يصار إلى تبديد هذه المكاسب الدبلوماسية التي تحتاجها إسرائيل، أكان باتجاه يعني ما تقوم به داخل غزة وهي لم تنتهي من عملياتها العسكرية، أو لإنقاذ هذه شبكة علاقاتها الدبلوماسية التي دفعت ثمنا باهظا نتيجة الحرب الدائرة في غزة. السيد سامي، تحدثت أنه الآن تحاول إسرائيل الخروج من عزلتها بعد ما حدث في قطاع غزة، وأنه يعني لتشكيل تحالف اليوم. هل يعني يكفي هذا الهجوم أو هذا الوضع بين إسرائيل وإيران لتشكيل تحالف فعلا مع إسرائيل على الرغم مما يحدث في غزة؟ نتحدث هنا عن الكلفة طبعا الإنسانية. يعني إذا استمرت الأمور على هذا المنوال نعم قد يقود إلى تحالف، لأن هذا التحالف يعني بدأت تتشكل نواته، يعني بمعنى أن هنالك تحالف قائم لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر بناء على مصالح هذه البلدان. هذه البلدان إذا دخلت تحالف ليس فقط لخدمة إسرائيل، إنما أيضا لخدمة مصالحها الاستراتيجية. ما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر يهدد ليس فقط إسرائيل، إنما كافة الدول المعنية بهذا التحالف. إذن هنالك تحالف عسكري قائم. ثانيا هنالك ملف متوقف هو الملف النووي الإيراني، وهذه الدول أيضا معنية، وبالتالي اليوم ليس صدفة أن هؤلاء يقولون بعقوبات إضافية على إيران نتيجة الضربة الصاروخية. الضربة الصاروخية الإيرانية أعادت تحريك الملف النووي الإيراني، لأن إيران أثبتت أنها لديها قدرة صاروخية لا يمكن الاستهانة بها، فماذا لو تمكنت من الحصول على التقنية النووية العسكرية، وبالتالي أنت هذه الصواريخ ممكن أن تحمل في المستقبل لم يكن اليوم رؤوس نووية، وبالتالي
هذا أيضا ما غير بالمعادلة وأعاد طرح مسألة هذا الملف الأساسي الذي ما زال ملفا لم يصار بعد إلى أي تسوية بشأنه. مسار المفاوضات ما زال معلقا بهذا الموضوع. وكالة تسنيم الإيرانية تتحدث أو تنفي عن وقوع أي هجوم صاروخي وتتحدث عن مسيرات صغيرة. هذه التصريحات الإيرانية التي تنفي أي هجوم صاروخي، هل هي محاولة لتهدئة الوضع أم أنه سنشهد رد واضح وصريح؟ هي محاولة نعم يعني تؤكد على عدم رغبة إيران توسيع هذه الحرب، لأن منذ اللحظة الأولى إيران تسعى إلى وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار يمكنها من إعلان انتصار، لأن الأهداف الإسرائيلية في غزة لم يتحقق أي منها، لم الرهائن ما زالوا محتجزين، ليس هنالك من ضمانات أن ما حدث لن يتكرر، وحماس ما زالت محتفظة ببعض القدرات العسكرية يعني رغم الضربات التي تلقتها. وبالتالي يمكن لإيران إذا حصلت على إطلاق نار أن تعلن انتصار، ولذلك لا تسعى، بالإضافة أن ليس لديها اليوم المقومات لا الاقتصادية لمواجهة مع إسرائيل، خاصة إذا دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هي تحاول اليوم من لا تريد توسيع هذه الحرب، ولكن في الوقت نفسه تريد المحافظة على قواعد الاشتباك التي كانت قائمة، على معادلة الردع التي كانت قائمة، وهذا ما دفعها باتجاه يعني توجيه هذه الضربة العسكرية. قد يكون حسابا خاطئا لأنه أعطى لإسرائيل المبرر بالرد، لأنه أعطى لإسرائيل الفرصة لإعادة ترتيب أوضاعها الدبلوماسية، والأهم من كل ذلك لنقل الصراع من صراع مع الفلسطينيين إلى صراع أوسع مع الإيرانيين. وهذه هي استراتيجية اليمين الإسرائيلي منذ أواخر التسعينات، حيث كان يسعى إلى تقطير هذا الصراع في الشرق الأوسط إلى صراع مع إيران يشمل ليس فقط إسرائيل إنما دول في المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تهميش مسألة القضية. سيد سامي، الأسبوع الماضي في الهجوم الإيراني على إسرائيل، يعني أثر هذا الهجوم على عدة دول مجاورة، الأردن، لبنان، إيقاف الأجواء، إيقاف الطيران، اليوم هذا الهجوم المضاد أو يعني بالعكس، هل سيؤثر على الدول المجاورة في المنطقة؟ هل سنشهد تأثير مثلا على لبنان، على العراق، على سوريا، على الأردن؟ نعم بالتأكيد، ليس فقط على هذه الدول. ما الذي من الممكن أن يحدث؟ خاصة تحدثنا يعني قبل قليل أنه إيران أصلا تنفي وقوع أي هجمات صاروخية، بالتالي من الممكن أن يكون هناك تهدئة للوضع. هناك تهدئة للوضع على مستوى المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، ولكن ليس هناك من تهدئة للوضع على مستوى إسرائيل وأزرع إيران في المنطقة. خذ مثلا ساحة الصراع بين حزب الله وإسرائيل، ما زالت ساحة صراع مفتوحة. كل الجهود الدبلوماسية باءت في المرحلة الأخيرة باءت بالفشل. كان هنالك نشاط دبلوماسي آخره الموفد، ما قام به الموفد الأمريكي هوكستين في المنطقة. حتى الساعة كل هذه الجهود الدبلوماسية لم تصل إلى أي نتيجة، وبالتالي الأطراف ما زالت متمسكة بمواقفها المبدئية. إسرائيل تريد تغيير قواعد الاشتباك التي كانت قائمة قبل ذلك وإقفال هذه الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. هي بالمقابل حزب الله ما زال متمسك بمبدأ ربط الساحات، ويقول أنه لن يوقف العمليات العسكرية ما لم يحدث وقف لإطلاق نار في داخل غزة. وبالتالي كل عناصر استمرار الحرب واشتعال الحرب وتصعيد هذه الحرب ما زالت قائمة، بالإضافة إلى أن أيضاً
تداعيات مواجهة من هذا النوع على الاقتصاد العالمي. رأينا كيف ارتفعت أسعار النفط وكيف ارتفع أسعار الذهب، وهذا ما يفاقم أزمة التضخم القائمة على المستوى العالمي. إذن لهذه الحرب إن استمرت واتسعت آثار وتداعيات خطيرة على بلدان المنطقة من دون شك، يعني تهددها بشكل مباشر على مستوى الملاحة. إذا كان هناك تصعيد سيدنا سامي، سيكون هناك طبعا ردود من عدة يعني محاور في لبنان، نتحدث هنا عن حزب الله، العراق، أيضا سوريا. هل تتحمل اليوم إسرائيل تبعات مثل هذه المواجهة في حال فعلا تم فتح مواجهة، خاصة بالتوازي مع الوضع في قطاع غزة؟ هذا سؤال مهم. يعني هل إسرائيل بإمكانها فتح كل هذه الجبهات بشكل متوازي؟ الأمر ليس بالأمر السهل، ولكن بالنسبة لها ووفق ما نطلع عليه في التقارير والصحف، إنها مسألة وجودية بالنسبة لها. يعني هنالك تبدل في المفاهيم منذ حوادث 7 أكتوبر. يعني العقيدة الدفاعية لإسرائيل تغيرت بشكل كامل، وهي تريد تغيير كافة قواعد الاشتباك التي كانت قائمة، والتي اتضح أنها لم تخدم لا أمنها ولا استقرارها. هل عليهم السؤال، هل ممكن تحقيق هذه العقيدة وهذا الاستقرار فقط بالوسائل العسكرية، فقط من خلال إرساء معادلة ردع عسكرية جديدة، أو الأمور بحاجة إلى تسوية سياسية، إلى اعتراف سياسي بحقوق الفلسطينيين؟ هذه مسألة أخرى. يعني هل هو ولذلك يعني هنالك دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تصر على موضوع اليوم التالي، تصر على مبدأ حل الدولتين. طبعا ليست الولايات المتحدة وحدها في هذا المجال، إنما دول كافة الدول العربية والدول الأوروبية التي تقول بضرورة حل سياسي، وهو الإطار الوحيد لحل مستدام لهذا الصراع. هل يمكن يعني توقع أن تسكت إيران أو تظهر بمظهر الخاسر في حال قررت عدم الرد؟ أعتقد أن إيران لن ترد، يعني لأن الضربة الإسرائيلية أتت يعني بشكل جدا. لكن لماذا سيد سامي؟ لأنه إيران صرحت فعليا يعني كما تحدثنا في البداية أنه إن ردت إسرائيل سنرد بعشرة أضعاف، ولكن إسرائيل لم تتبنى، وبالتالي حتى الآن لم تتبنى. حتى الآن أقول حتى الآن ووفق معطيات الساعة، حتى الآن لا إسرائيل تبنت هذا الهجوم، ولا إيران عظمت من شأنه، بل قللت من شأنه، وبالتالي قد تذهب الأمور إلى نزع فتيل، صراع مباشر بين إيران وإسرائيل. ولكن هذا لا يعني أبدا أن الأمور انتهت، وأن ما حصل ضد القنصلية الإيرانية في دمشق لن يتكرر في اليوم أو غدا، وبالتالي الأمور ما زالت في مسار تصعيدي، وما زالت لغة الحرب هي اللغة الطاغية، وصوت المعركة يعلو فوق كل الأصوات، وهنالك كما قلنا في البداية جمود، بل انسداد على المستوى الدبلوماسي لا يشي بأنباء صار، إنما يشي أن الأمور قد تصل إلى مواجهة، حتى لو تقاطعت مصالح الأطراف حتى الساعة بعدم الذهاب إلى مواجهة. شكرا لك من بيروت مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر.